طيب شفنا بالأسبوع الماضي نحن كيف يعني يعني كيف نحن صورنا بالغابة وكيف نحن حملنا بعدين الصور على موقع شكرستوك. اللي ما شاف الفيديو بتمنى أنه تطلع فوق على الدائرة البيضاء وتشوفه قبل ما تشوف هذا الفيديو. واليوم نحن راح نحاول نصور مقاطع فيديو عن طريق اللي هو الآيفون 12 ونشوف نحن هل نحن بال 2021 هل نحن نقدر أنه نصور بالجوال تبعنا ونرفع هاي الصور والفيديوهات او على مواقع شكرستوك او غيرها. هلا راح نروح ونبدا بالفيديو تبعنا. نحن هلا دخلنا على تطبيق الجوال، طبعا هو الايفون 12. طبعا الكل بيعرف انه نحن فينا نصور HDR اللي هو Dolby Vision عن طريق هذا الجوال. يعني شايفين انا عندي هون الشمس، فهو لو انا ما عم بصور Dolby Vision هاي رح تطلع عنا كلها يعني الصور هاي السماء كلها بيضة. فهذا الشيء انا عندي اياه، هذا الاوبشن موجود بالايفون 12، شغله كثير لطيفه. طبعا ما رح نكثر الكلام، نحن رح نعتمد على تطبيق الجوال عادي. نحن بنروح على الفيديو، طبعا نحط على انت حاول تحطه على الفور كي، ما تحطه على الفول اتش دي. طبعا انت بالفيديو ما فيك تثبت ايدك هيك بس بهالطريقه هي، لانه ما في شيء عم يتحرك، فانت لازم تحرك ايدك. فاسهل الطرق هي انك انت تعمل يعني بان شوت بسموه، من اليمين لليسار هيك، او من اليسار لليمين، او اللي بيسموه تيلت شوت اللي هي من فوق لتحت او من تحت لفوق. طبعا هاي البيزك اللي هي اسهل شيء، يعني اسهل الطرق. طيب نحن يعني راح ناخذ مقطع فيديو، راح نكبس بسم الله. طبعا حاول تكون حركتك سموث، يعني ما فيها هزه. صح هو فيه مثبت، يعني مثبت فيديو، لكن في ممكن يطلع هزه معك. اذا طلع هزه فاكيد الموقع راح يرفض الفيديو، فحاول انت تثبت ايدك. يعني هلا انا ما عندي مثبت يعني تبع الجوال، لكن عندي اللي السيلفي، راح احاول انا يعني قدر الامكان ما احرك ايدي. شايفين مقطع الفيديو هو يعني ما لازم يكون اقل من 6 ثواني وما لازم يزيد على دقيقه على ما اظن. فانت حاول تكون يعني عندك، يعني حاول تعمل حل وسط، ممكن ما تقلل عن انا برايي عن 15 ثانية. ممكن احنا نصور هذا الجذع المقطوع جميل، يعني يتصور شايفين. احنا طبعا رح نحاول، هلا شوف انا هون طالع الخيال تبعي، حاول انت تنتبه على هاي التفاصيل، لانه اذا طلع الخيال تبعك رح يطلع الفيديو مش حلو ابدا. راح نصور، راح نقرب شوي لهون. هلا راح نصور هذا المقطع فيديو من يعني تلت شوت من تحت لفوق بالطريقه هاي. يعني طلع عندي انا هذا 15 ثانية، يعني مش بطال. راح نشوف نصور مقطع ثاني. هذا المكان كمان لطيف، نصور نحن فيديو ثاني. شايفين لما انا عملت الفوكس هون راحت السما، يعني اللي هي الاضاءه تبعها. فحاول انت تبعد المؤشر تحطه هون بهالمكان هذا لحتى ترجع التفاصيل. نصور مقطع ثاني. طبعا هذا عندنا 18 ثانية. رح نحاول نصور كمان مقطع هيك شوي يكون قريب، هيك نمشي فيه شوي. لازم تكون حركتك مدروسة وما فيها اهتزاز. اذا كان في
اهتزاز بسيط لازم تعالجه هذا الشيء على يعني على برامج المونتاج، يعني لانه اذا في اهتزاز بسيط بالفيديو اكيد راح ينرفض عندك الفيديو. فحاول انت يعني حاول اذا ما عندك يعني جيمبل او مثبت ميكانيكي اللي هو المثبت هذا، فحاول انت تثبت ايدك يعني بشكل كتير يعني منيح لحتى ما ينرفض الفيديو تبعك. الشباب والصبايا المهتمين بتعلم مجال بيع الصور والفيديو بشكل يعني احترافي، عملت كورس تدريبي مدته أكثر من 5 ساعات فيه 64 فيديو راح ياخد بإيدكم من الصفر لحد الاحتراف، كيف أنت بتتعلم هذا المجال بيع مقاطع الفيديو، بيع الصور بمواقع يعني مثل شاترستوك وغيرها من المواقع، وكيف تستلم أرباحك من هاي المواقع، كيف بتختار أدوات المناسبة للتصوير، كيف أنت بتقطع مقاطع الفيديو، كيف تعالج الصور، كيف بتفتح حسابات بكل مواقع اللي هي المشهورة، كيف تكسب أموال أكثر من يعني من خلال أنت استراتيجيات أنا حطيتها بهذا الكورس، أشياء كتير راح نتعلمها مع بعض بهذا الكورس، وفي خصم أكثر من 75% لأول 100 طالب، ورابط الدورة التدريبية راح يكون في أسفل في قسم الوصف. طيب من بعد ما خلصنا حطيت أنا مقاطع هاي الفيديو كلياتها اللي بدي أحملها أو بدي أرفعها على شاترستوك على برنامج أدوبي بريمير، تمام؟ هي لك هون. أول شغلة طبعا بعملها هي إنه أنا بشيل الصوت من الفيديو، لأنه لازم أنا أشيل الصوت من الفيديو، ما موقع شاترستوك أو غيره من المواقع ما بيقبل الفيديو من دون صوت، بشيله بالطريقة هاي. شايفين هلا عندي أول مقطع فيديو ما بقدر أن هذا استخدمه لأنه هو مدته أقل من 6 ثواني اللي هو المسموح فيه، فأنا هذا الشيء ما بقدر إني أنا بستخدمه، بعثفه ما بدي إياه. شوف المقطع الثاني، بشيل الصوت مثل ما قلنا، بحرك هيك. هلا هذا المقطع مدته يعني 12 ثانية فهذا مقبول. هلا أول شغلة بعمل طبعا أنا بعالج شوي المقطع يعني بشكل بسيط، ما بزيد المعالجة، بس بفوت على اللومتري كولر وبفوت على البيزك. هلا اذا بدك انت معالجه تكون صحيحه يعني او اقرب ل يعني تحصل على فيديو الوانه تكون اقرب للواقع، فيفترض انك انت كمان تستخدم هاي القوائم اللي هي هون اللي هي اسمها لومتري سكوبس. هلا هون طبعا 100% اللي هو اللون الابيض وصفر اللي هو اللون الاسود. هلا هذا طبعا الفيديو اللي بيطلع من الايفون هو تقريبا ما بيحتاج لكتير معالج لانه هو اصلا جاهز يعني، لكن اذا حبينا نحن شوي يعني نشتغل على الفيديو، فإن هذا طبعا اللي هي شايفين هذا السكوب، هو كل ما كان هذا الكتلة هاي قريبة للوسط كل ما كانت الالوان دقيقة اكتر، فهو شوي مثل ما شايفين هون في اشارة زائد، فهو شوي الالوان مايلة لانه هي تكون وارم او يعني دافية اكتر، فيفضل انه انا شوي بزيح على جهة اليمين حبة. فشو بعمل، بفوت على التمبريتشر هون، شايفين ها يعني هيك تقريبا صارت الالوان يعني واقعية اكتر، قبل بعد شايفين كيف صار في شوي فصل للالوان اكتر. هلا انا حاسس بده شوية اخفف اللي هي الهايلايت يعني الاضاءة اللي هي الأماكن اللي هي المضيئة في الصورة لتطلع التفاصيل أكتر، شايفين هون طلع التفاصيل أكتر، وتزيد شوي الكونتراست لأنه عادة شوي الألوان اللي بتطلع من الآيفون يعني الكونتراست فيها شوي قليل. هلا الشادو ما في بظن ما بحاجة، بنروح هلا على الكرياتيف قائمة كرياتيف. هلا هون بزيد طبعا انت ما زيد الشاربنس اذا انت عم تصور بالجوال، لانه عادة بالجوال يعني اصلا داخل الجوال بزيدوا الشاربنس اللي هي الدقة او يعني حدة الصورة او الفيديو. بنفوت بس بنزيد الفايبرنس هون عشان تزيد يعني شوي تزيد يزيد اشباع الالوان بالصورة، لكن ما تلعب بالساتوريشن انا برأيي لانه ممكن يخرب لك الوان الصورة، شايف ما بدك اياها. طيب من بعد ما نحن عملنا تصدير لهاي الفيديوهات، هنا تقريبا 4 فيديوهات
راح اروح على قسم الفيديو عندي هون بهالطريقة هاي واعمل له ابلود كونتنت، تمام. راح اسحبهم هيك، راح احددهم هيك وبرميهم بهذا المكان، بنتظر شوي عليهم. هيك احنا بنكون جاهزين، حطينا طبعا ثلاث صور يعني كوميرشال وصورة اديتوريال. راح اعمل هيك سيلكت للكل يعني تحديد، وشو بعمل له؟ بعمل له سبميت. وهيك طبعا احنا بننتظر لحد ما تجينا الموافقة ونشوف اذا اذا الفيديوهات اتوافق عليهم ولا لا. يعني رح نشوف اذا هل بالفعل تصوير الفيديو في الجوال، هل ممكن انه موقع شاترستوك يرفض لي الفيديوهات ولا راح يقبلهم. هذا الشيء راح نشوفه بعد ما نحصل على الجوال. طبعا بعد انتظار تقريبا يومين حصلنا على الجواب الحمد لله. طبعا توافق يعني ثلاث فيديوهات من اصل اربع فيديوهات، شايفين يعني انا حملت اربع فيديوهات بس فيديو واحد انرفض لانه في مشكله بالالوان، لكن هذا توافق عليه والثاني توافق عليه والثالث توافق عليه، وهذا الشغل كتير كويسه.